أكيد من أمر سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا يا وسبحوه بكرة وأصيلا اذكروا الله
ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلوا على النبي محمد. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تكبير تكبير. يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومبشرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا.
المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا 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 إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من
ذهب إلى أهله يتمطى. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه اللهم بلغ صواب ما قرأناه وسر ما تلوناه بعد القبول منا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لحضرة الروح وسائر مشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا والصديقيون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hapunten kasuhun kasuhul bait urang doakeun kulang sagayana mudah-mudahan ieu pasantren sing teras tambah berkah tambah maslahat duriana jeung duria anu hikmah ka pasantren doakeun oge duria anu nuju trabul ini di alfalah ka sanesna sawiyus putra kang sedaya anu di ditu. Oge khususna putra kase bunga pala duria di ieu pasantren mudah-mudahan sing jeung duria anu hikmah ka ilmu hikmah ke pasantren sehingga biasa teras nyandaki pasantren ayah dina kena manfaatan bagi kemaslahatan. Al-Fatiha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.